ام بي سي ون الحلقة الثالثة من برنامج مسابقة الكوميديا، برنامج كوميدي تنافسي من إعداد وتنظيم هيئة المسرح والفنون الأدائية. وشفنا أمس مواهب سعودية قدمت عروض جميلة، وكان الختام بتأهل زياد زيلعي وحسن العوجان، وهي كانت الحلقة الرابعة. وخلونا نشوف هالكليب من حلقة أمس. المنتقل للمرحلة الجاية، أول المنتقلين معانا للمرحلة الجاية، عشان أسوي إثارة ما بقول اسمه، بقول شيء كذا يوحي يبين، تمام؟ كم على جيزان زياد جيلعي، ألف مبروك، ألف مبروك. أنت ليش متوتر؟ أنت معانا في النصف النهائي حسن العوجان. أنا قبل فترة رحت قدمت على وظيفة، في المقابلة الشخصية سألتني، قالت لي، سألتني سؤال غريب يا أخي، عندهم أسئلة غريبة. قالت لي إيش نقاط القوة عندك؟ وأنا اشتراني، بس قلت لها، صرفت لها من رأسي، قلت لها. ونروح لفقرة التجميل. طبعا تحياتنا الأول شيء يعني الكوميديا، مسابقة الكوميديا، وجميع لجنة التحكيم والمتسابقين، نتمنى لهم التوفيق.